Logos Talks. Share your thoughts. صباح الخير يا سيدنا. صباح النور. مبسوطين قوي ان قداستك معانا والشباب متحمسين قوي قوي ان هم يقابلوا قداستك ويعرفوا عنك اكتر. بس قبل ما يقابلوك كده نعمل فيديو صغير عشان خاطر نعرفهم على قداستك اكتر ويبقوا متحمسين. انا برضو مستنيهم ومنتظرهم وعمال اقرا اسماء كده على الورق بس لسه ما عرفتهمش، فلما يجوا بالسلامه يعني هتبقى فرحه كبيره. هم متحمسين جدا جدا. اهلا بيهم. اول سؤال، عاوزين نتعرف على قداستك، فنتعرف على طفوله قداستك. هل كنت طفل شقي ولا كنت طفل هادي؟ كنت طفل شقي شويه في مرحله ابتدائي، كنت يعني كثير الحركه بس ما كنتش اتخانق يعني، وما كنتش احب مثلا لعب الكوره يعني ما كانش في بالي، لكن الالعاب بسيطه مثلا صيد السمك شويه الحاجات البسيطه ده هي. لكن اكتر حاجه كانت مأثره فيا وانا صغير الاخبار والجرايد والحاجات دي، لان البيت كان بيجيب الجريده كل يوم وكنت اشوف بابا وماما يقعدوا يقروها، فكنت متاثر بالفكر ده خالص. لسه قداستك بيجيب جريده الاهرام كل يوم؟ بس الموضه اتغيرت بقى، طلع النت وطلع الموبايل وطلع اونلاين وطلع كل حاجه. لسه مهتم بيها يعني؟ لسه تقرا الاهرام؟ بس زي. احب اقرا جريده الاهرام طبعا. ترحلك كتير ده؟ عارفه قداستك ايه؟ اتولدت في المنصوره، 5 سنين اسرتي اتنقلت سوهاج، قضينا في سوهاج 3 سنين، دخلت المدرسه قضيت اولى وثانيه وشهرين ثلاثه من ثالثه، بعد كده اسرتي اتنقلت دمنهور، في دمنهور كملت الدراسه في مدرسه الاقباط، ودي مدرسه عريقه يعني في دمنهور، ثم اعدادي ثم ثانوي، في الجامعه دخلت في اسكندريه، بس كنت بسافر كل يوم دمنهور اسكندريه مسافه حوالي ساعه، وبعد كده رجعت بعد ما اتخرجت يعني اشتغلت في محافظه البحيره، وبعدين قلت ادرس اكليريكيه في اسكندريه فبقيت اسافر تاني، وبعد كده دخلت الدير في وادي النطرون، وبعد كده ربنا شاء ان انا اخرج للخدمه ككاهن، رجعت دمنهور، وبعدين اترسمت اسقف، بقى معظم وقتي في كينج مريوط، كينج مريوط دي تبع محافظه اسكندريه، وبعدها ربنا اختار ان احنا نكون هنا في القاهره. يعني في ايد ربنا. بس الترحال دوت عمل ايه في قداستك؟ يعني هل لسه مرتبط بالاماكن ولا دوت غير شويه انه الاماكن ما بقتش بتفرق بس اللي بيفرق الاشخاص مثلا؟ طبعا الوقت الكبير اللي قضيته في بلد وانا يعني واعي كبير كان دمنهور. فدمنهور تحتل مكانه كبيره خالص. يليها المنصوره وانا صغير، لان احنا كنا بنروح كانت المنصوره تمثل عندنا اللعب. فكنا دايما فتره الصيف نرجع المنصوره، اسره والدتي من منطقه دير القديسه دميانه، منطقه زراعيه ريفيه، فالحقيقه كنت اروح هناك واللعب بقى فتره الصيف كلها، فمرتبط في ذهنها المنصوره باللعب، عشان كده محبوبه يعني. سوهاج قضيت فيها 3 سنين، مش فاكر فيها حاجه كتير، لكن حاجات صغيرة خالص، لكن فاكرها كلها بالخير يعني. بعد كده الجامعة بقى واسكندرية ويعني، لكن دمنهور تحتل المكانة الأولى، المكانة الأجر. طيب يا سيدنا، احنا برضو حابين نعرف يعني قداستك قلت لنا أسعد اللحظات كانت في المنصورة أو اللعب كله في المنصورة، طيب إيه الأماكن أو الذكريات اللي مش أحسن حاجة يعني الحزينة شوية اللي قداستك مريت بيها في الطفولة برضو؟ في سوهاج دخلت المدرسة أولى ابتدائي. دي حاجة كويسة؟ مدرسة. المدرسة حاجة كويسة، بس طريق المدرسة قضيت يومين ثلاثة كده في أول أسبوع أروح حلو، بعد كده ابتديت أرجع وأعيط أبكي. فبابا وماما يسألوني بتعيط ليه؟ قعدت يومين مش راضي أقول، على يوم الأربع قلت في أول أسبوع دراسة. في طريق المدرسة في السجن بتاع دمنهور بتاع سوهاج، السجن باب كبير وبعدين في باب صغير، فده منظر غير مألوف للطفل، وقدامه عسكري ماسك البندقية وعامل كده، فالمنظر ده كان بيخوفني وأنا صغير. طيب بقى كلية صيدلة. كلية صيدلة. يعني قداستك لو كان عندك اختيار تاني او لو كنت حابب تدخل حاجه تانيه خالص غير صيدله والناحيه الطبيه كان هتكون ايه؟ من صغري صحيح اتأثرت بالصيدله. باعتبار ان الصيدلي
شخص بيريح والدي كان عنده تعب في قرحة المعدة فكان يجيب الدواء فوالدي يستريح، فارتبط في ذهني ان الصيدلي شخص مريح للناس، فمن صغري نفسي اطلع صيدلة اخش كل الصيدلة مش طب مثلا خالص، صيدلة بالذات. وكنت بذاكر في ثانوية عامة عشان صيدلة عشان ادخل صيدلة. السنة اللي قبلية صيدلة خدت 72%، فعملت حسابي ان انا اجيب زيادة شوية مجميع بتعلى، فجبت 77. كان الاول على الجمهورية جايب 89. ده الاول، وطبعا مجموعي كان يدخلني طب وكل حاجة، بس انا كنت عايز صيدلة. كنت متمتع جدا في الدراسة في صيدلة جدا، وما زلت احب الصيدلة واحب فكرة الدواء وفكرة راحة الانسان من الالم. يعني هي فكرة الصيدلة دي يعلمونا كده علم وفن وإنسانية، فكرة فلسفية كمان. ايوه الصيدلة بعدها على طول بيبقى فيه التكليف عشان خاطر يبقى فيه شغل في الحكومة وكده. رحت قرية من القرى، قعدت فيها سنتين، كنت مبسوط خالص في القرية دي. كنا في وحدة صحية بيشتغل فيها طبيبة وطبيب أسنان وأنا صيدلي. بعد كده درست دراسات عليا في الجامعة في اسكندرية، وبعد كده اشتغلت في مصنع أدوية في الإنتاج. فالتخصص اللي خدته كان في مجال الهندسة الصيدلية Pharmaceutical Engineering. وبعد كده جت منحة إن أنا أدرس في إنجلترا، فدرست حاجة جوه Pharmaceutical Engineering اسمها Quality Control و Quality Assurance، وكانت أيام حلوة يعني كلها. سؤال يعني عشان قدستك تقول لنا ازاي رتبت وقتك وانت بتروح تدرس او تعمل دراسات عليا، يعني بس مش خلصت الجامعة وخلاص وكمان بتخدم وخدمة يعني حاجة اساسية من اليوم بتاع قدستك خالص. طب ازاي كان في بقى وقت تذاكر او ازاي كنت بترتب اليوم يعني؟ ابتديت الخدمة وانا في تانية ثانوي، خدونا في اعداد خدام فزرعوا الخدمة جوانا، ويعني انا اتذكر كل اللي علموني بكل خير يعني ربنا يحفظهم واللي راح السماء يصلينا. فكان في تنظيم في الوقت، وكانوا يقولوا لنا كده تعبير جميل ان الساعه اللي تقضيها في الخدمه ربنا يبارك في الساعه بتاعه المذاكره فتبقى ساعتين. صدقيني كنت اشعر بكده، يعني لما اقضي في الخدمه ساعتين دول اتاخدوا من وقت المذاكره، أقوم في وقت المذاكرة اللي يا ربنا بيبارك، الواحد بيفهم بسرعة، بيقدر يستوعب. طيب الشغل طبعا بيئة جميلة جدا فيها ورود وفراشات وناس بتحب بعض ومنتهى الأمانة ومنتهى التضحية، فيها كل حاجة، فيها يعني نص فيها البشر، فيها البشر. احكي لنا عن الشغل بتاع قداستك، كنت ازاي الناس كانت مختلفة، أو يعني الشغل بتاع قداستك كان عامل ازاي؟ بصي لما الواحد يتعامل مع اي انسان في اي مكان وتشعري الاخر انه مقبول عندك خلاص يتفتح قلبه. لكن في طبعا بعض البشر يقول لك ده بيتخانق ويدبان وشه، مش كده؟ لو ما لقاش حد يتخانق ويا يتخانق ويا نفسه، في ناس كده. فان الواحد يتعامل ويا البشر بالقبول دي حاجة، الحاجة التانية بالابتسامة، نمرة ثلاثة بالكلمة الحلوة، في كلمة حلوة تتقال تشجع الإنسان خالص. من الحاجات الجميلة قوي يا مكرينة إن الواحد يبقى متعاطف إنسانيا ويا البشر. يعني مثلا لما أقابل واحدة أروح أقول له إيه، كان بيقول لي ابنه تعبان امبارح، أول ما أقابله صباح الخير ابنك عامل إيه، الحتة الصغيرة دي تفتح قلبه خلاص، لان بسال على حاجه مرتبطه بيه جدا تهمه، غير لو اقول له صباح الخير اعمل الحاجه الفلانيه. فلازم الواحد يكون فيه الطابع الانساني، والبشر كلهم عندهم احتياج للحب، ان اللي قدامي يحبني، اللي قدامي يقدرني، اللي قدامي يبتسم في وشي، اللي قدامي يساعدني، ده احتياج عند كل الناس، وكل انسان واحد بيتعلم منه. حتى الإنسان اللي لسانه وحش الواحد بيتعلم إن لساني ما يبقاش كده، ما يبقاش بالوحشة دي، وهكذا.
عايزين نسأل قداستك برضو عن حاجة، عن انه ازاي برضو لو حتى الناس كانت متعبة، يعني احنا وصلنا مثلا انه احنا بنشتغل مع ناس هما متعبين حبة واحنا قدمنا محبة، بس في نفس الوقت اللي بيعمله اللي قدامي دوت دي حاجة مثلا ضد العقيدة بتاعتي او ضد التفكير الانساني بتاعي او ضد مبادئ عندي، ازاي ابقى عارف برضو اقبله او اقبله بالحدود بتاعت انه اكون في الشغل؟ وبعدين بصي، الابتسامة والحب والحوار دي لغات عالمية. الابتسامة دي حاجة عالمية، والحب ان انا احب اللي قدامي يبان ان انا بحبه، يبان احبه يعني قبله. ما ممكن اسلم على واحد وانا وشي جبس، قبله بجد مش بس مش كده. وفي واحد يقابل الاخر بروح القبول، بروح انك مقبول عندي يا فلان، يوم ينفتح للكلام. من الحاجات الحلوه اللي اتعلمتها في حياتي حاجه مهمه قوي، ان الناس او كتير من الناس ما يعرفوش معنى اساميهم. بمعنى ايه؟ ان الواحد له اسم بس احيانا ما يعرفش معناه خلاص. يعني مثلا من يومين جالي واحد وبعدين بقول له اسمك ايه؟ قال لي اندرو. قلت له طب ويعني ايه اندرو؟ بص لي كده مش عارف. فساعه ما قلت له اندرو معناها سترونج مان، فوشه ابتسم وفرح وحس كده انه عنده حاجه غاليه وحاجه متميزه. فدايما من العلاقات الانسانيه معرفه الاسم ومعناه احد المفاتيح المهمه جدا. يقول لك الانسان يحب اسمه ورسمه وصوته، حتى لو اللي قدامي دوت مثلي مثلا، هما بيضطروا يقبلوا علشان خاطر هما في الشغل، هما ممكن يترفضوا لو عملوا حاجه زي كده. احنا نقبل الانسان كيفما يكون. يعني مثلا هو ألدغ في كلامه، ممكن واحد يقعد يضحك مش كده عليه، او عنده اي نوع من الاعاقه، اي حاجه مهما كانت تكون بسيطه، او يكون حاجه يعني امبيدد في الشخصيه مثلا زي مثلي او غير مثلي. نقبل الانسان كما هو ونتعامل معاه للي احنا شايفينه. اما اذا كان عندي راي انا معين احتفظ بالراي ده لنفسي. ليه؟ لاحترام الشخص اللي قدامي، لتقديره. لما ابقى في محفل كنسي وبنتناقش في قضية علمية أو قضية إنسانية أو كيف ما يكون نوع، ممكن الواحد يقول مثلا الحكاية ده هي مش موضوع طبي، أو الموضوع ده موضوع أخلاقي، أو الموضوع ده هو موضوع خطية. ممكن يتكلم ويبرر كلامه أو يدلل عليه خلاص دون ما أجرح إنسان. أظنك فاكرة قصة السامرية. المسيح لما قابلها، هي إنسانة في عرف المدينة إنسانة وحشة، وإنسانة متأسف في الكلمة عايشة في خطية. ولما المسيح قال لها اذهبي ادعي زوجك، وهو عارف إن ملهاش زوج، فردت عليه رد مبهم، ليس لي زوج. فراح على طول لاقت الكلمة وقال لها بالصواب قلتي. اتخيلي كده مشاعر الست دي ساعة ما المسيح قال لها بالصواب قلتي، مشاعرها الجوانية ايه؟ نفست، يعني حست انه في حد قابلها، يعني احترمها، قدرها، مدحها. كل دي حاجات كانت ناقصة عندها، فلما خدتها عشان كده تحولت من اول المقابلة لاخرها بقت كارثة ومبشرة بالمسيح. هي دي العلاقات الانسانية الناجحة. قبل كده قداستك اخدت تحضر لحاجه وقت كبير وحسيت انه خلاص هتاخد قرار معين ولقيت ربنا غير الخطه؟ في اثناء فتره عملي كصيدلي جات لنا فرصه ان احنا عقود عمل نروح دوله عربيه. كويس، اختاروا مننا 5، كنت انا ولد واربع سيدات، يعني كانوا بنات متزوجات. وبعدين خلاص كل امور ماشيه والورقه مضى كل حاجه. يوم طلبونا علشان ناخد التيكت، تذكره الطياره، فانا كنت مسافر لوحدي في قطر. فالقطر جه محطه دمنهور
اللي هركبه واروح بيه بقى الوزارة الصحة عشان اخد التكت. القطر جه وقف في دمنهور ساعة، فسألنا هو وقف ليه؟ كنت انا لوحدي. قالوا علشان لقوا راكب ميت. فاعتبرتها اشارة من ربنا ان انا ما اروحش. نزلت وروحت. زمايلي راحوا. العقد كان 4 سنين، ما استحملوش غير سنتين، غير شهرين ورجعوا. واتخانقوا وياي، يقولوا لي انت كنت عارف ان احنا هنتعب هناك عشان كده ما روحتش. قال لهم ابدا يا جماعه، ده اللي حصل، قطر كذا وجه ولقوا راكب ميت وبتاع. موقف من مواقف الحياه الجميله. ده كده قداستك بتؤمن بالاشارات ان الله؟ لا يعني مش على طول، لكن يعني بس دي كانت اشاره واضحه برضه. نسال حاجه تانية كده، امتى بعد يعني حاجه واضحه زي اللي فاتت دي، امتى قداستك قلت انا هروح الدير خلاص دوت الحاجه اللي انا مقرر اعملها؟ انا كنت رايح الدير بعد التخرج، بس اب اعترافي نصحني وقال لي بلاش، استنى لما اختي كانت في كليه هندسه اصغر مني 3 سنين، تتخرج وتتخطب وتتجوز. فاستنيت، فربنا سمح ان اتخرجت واتخطبت واتجوزت، خد مدى زمن يعني 3-4 سنين. فبعدها قلت اروح الدير، وكنت احب اروح الدير واعمل سلام في البيت، لان انا والدي كان توفى وانا في الاعداديه واخواتي بنتين، فمش عايز اعمل اي مشكله. ففضلت موجود في البيت لغايه ما في يوم ما والدتي جت قالت لي اذا كنت عايز تروح الدير روح الدير. فعلا بعدها بشهر او شهرين رحت الدير. امتى اخر مره قداستك عملت حاجه لاول مره؟ الحوار ده المكان ده والمكان ده. اي دي اول مره نعمل حوار في المكان دي، برجوله حلوه لسه حديثه طبعا، لسه ما استخدمناهاش، والخضر اللي حوالين الواحد دي جميله، والمكان رائع يعني الحقيقه. احنا مبسوطين ان احنا فيه. كويس انكم اخترتوه. صحيح احنا مبسوطين ان احنا شفناه. بس السؤال ده يودينا لحاجه تانية، انه قداستك لسه بتتعلم؟ ياه، ده بتعلم من الاطفال يعني. اي انسان انا بقابله بتعلم منه حاجه. صحيح يعني مش بقولها كده اعتباطا او يعني تظاهرا، ابدا. اي انسان انا احب اتعلم واحب القط في حاجه اسمه بيك اب اديوكيشن، يعني الواحد يتعلم بطريقه الالتقاط. يعني تعملي موقف قدامي، تقولي كلمه اتعلم نطقها، وهكذا. في شخصيات اكيد اثرت في قداستك يعني على مر الوقت كله، طيب في حد يعني هو اللي عمل البدايه، اول تاثير اثر في قداستك قررت تغير طريق مثلا كنت ماشي فيه او فكره معينه؟ مش تغيير ولا مش يعني كان ماشي واحد في سكه وسكه تانيه، لا طبعا كتير اثروا فيا، غير اسرتي غير العائله. لكن من الشخصيات اللي أثرت فعلا فيا أمين الخدمة، كان اسمه أستاذ زاهر عزيز، ثم صار كاهنا باسم أبونا رويس عزيز في مدينة كفر الدوار في كنيسة الملاك مخيل، هو عايش ربنا يديله الصحة والعمر الطويل. كان يؤثر فيا جدا ويؤثر بصمته، يعني كان قليل الكلام جدا، لكن الكلمتين اللي يقولهم اللي هم صحيح. ومش انا بس يعني، كل جيلي اللي اتربى على ايديه اتعلم الحكايه دي. ممكن قداستك تدينا عنوان للمرحله ديت اللي قداستك بتعيشها يعني السنه دي؟ يعني هو عنوان سيصلح لكل مرحله، عنوان الرجاء. يعني دايما الانسان لازم يكون عنده رجاء وعنده امل في كل مستويات حياته، لنفسه، لأسرته، لو كان مكرس أو راهب أو خادم، لو كان في أسرة زوج أو زوجة أو أب أو أم، خلي عندك رجاء، خلي عندك أمل. والحقيقة ربنا بيعمل ويا البشر طلع شمس جديدة ونهار جديد كل يوم كل يوم،
فامبارح كان صعب او حصل فيه كذا، يوم يجيب الليل كستر يعني يغطيه. بقى تيجي نهار جديد نقول كده بنورك يا رب نعين النور، وفلنبدأ بدءا حسنا، يلا نبتدي تاني. فدي نقطة مهمة خالص عند الإنسان إنه يكون عنده رجاء كل يوم. طيب ممكن نسأل قداستك لو في يوم في مود وحش، يعني حصل ستريس مثلا أو كده، قداستك إزاي بتخرج نفسك من المود ده؟ بلزم قلايتي وبقعد أعمل حاجات بحبها، إن أنا أقرأ أو أصلي أو أكتب. ونفلت على نفسي يوم خلاص ثاني يوم أبقى كويس ويبقى زي الفل. طب إيه الحاجات اللي ممكن تضايق قداسة البابا؟ المواقف بقى، يبقى الواحد مش متوقع إنه فلان يعمل كده أو ما يصحش يعمل كده. دي مواقف أحيانا تبقى مش لطيفة يعني في الخدمة، أو مواقف قلة الحكمة، يعني مثلا طرفين بيتخانقوا نسيبهم يتخانقوا وبعدين ما نعملش التصرف حكيم علشان نقدر نضم أو نريح الأطراف وهكذا يعني. طب ممكن قداستك مهتمة بالأرقام أو بالسيمبلز بتاعت الحاجات عامة، قول لنا كده قداسة بابا الرقم مميز بالنسبة له وليه؟ أنا بحب دايما رقم طبعا 3، رقم الحلوة، وبحب كمان رقم 18. أنا اتجلست في يوم 18 ورقم البطريركية 118. 18 دي 8+1، 8+1 دول اللي هم ثمار الروح القدس. 9 بتبتدي بالمحبة اللي هي الأساس، بينطلق منها بقى الفرح والسلام والصلاح والإيمان، فده برضو رقم جميل رقم 18. عيد ميلادي يوم 18 هو كمان مميز كمان. لا مميز قداستك كمان. والتطوبات كمان 9. ياه. 8+1. انهي نوع من السفر قداستك بتحبه؟ يعني مثلا قداستك تسافر عشان طبيعة، يعني لو هيبقى فيه فري تايم طبعا. علشان التاريخ، علشان طبعا الطبيعة حاجة حلوة، لكن أحب أروح الحتة اللي أتعلم فيها حاجة. بحب أزور المتاحف، المكتبات الكبيرة، الأماكن اللي فيها الواحد ممكن يتعلم حاجة. طب إيه المكان اللي قدستك نفسك تروحه أو ترجع له تاني؟ يعني روحته ممكن تقرر إنك تروح ما تزهقش. رحت في فيينا متحف اسمه زوم. المتحف ده مخصص للأطفال. المتحف ده بيتغير كل 6 شهور. كل 6 شهور ياخدوا كلمة ويعملوا عليها حاجات تحكي عن الكلمة دي للأطفال. فمثلا ياخدوا كلمة مية ويحكوا بقى المية دي بتيجي ازاي والسحاب بيتعمل ازاي، بكلها بمجسمات وحاجات كبيرة. مثلا كلمة الزواج بيحكوا كل حاجة، لدرجة تفكر حضرت مرة عرض في ده، عاملين وشين كده وبعدين ملبسين لبس عروسة ولبس عريس، يوم الأطفال يجي يحطوا وشهم يبقى هو عريس وعروسة. فالعيل كانت فرحانة بيها جدا. مثلا الفلوس يعملوا 6 شهور عروض عن الفلوس وبتيجي منين وبتعمل ازاي، كلمة واحدة وتتشرح بأساليب عملية. الحقيقة متحف لطيف أو خفيف يعني. أتمنى يبقى عندنا واحد. يا ريت. طيب هنروح بقى لنوع تاني من الأسئلة، إن إحنا هنسأل قداستك ما بين حاجتين، قداستك تختار حاجة ما بينهم. حاضر. ممكن تقول لنا ليه في النص؟ حاضر. أول حاجة خالص، إسكندرية ولا القاهرة؟ إسكندرية. طب ليه؟ علشان دي بلد ماري مرقص. أوكي. التكنولوجي شوية، أبل ولا أندرويد في الموبايل؟ أبل. قبل طبعا عشان هو ده اللي اتعلمته. طيب بالنسبه لدارك شوكليت ولا وايت شوكليت؟ وايت. وايت. اوكي. فيها سكر اكتر. بس يعني انا ما باكلهاش كتير، بس يعني احب الوايت. اوكي. طيب سامسونايت ولا كيبلينج في الشنط؟ انا ما اعرفش النوع الثاني، والنوع الاولاني اللي اعرفه
جاي من اسم شمشون، سمسون، يعني بقوة شمشون، فأعتقد دي شنط جيدة يعني. ملوخية ولا بامية؟ لا بامية لا خالص، والملوخية بحدود شديدة جدا. طيب الصبح ولا بالليل؟ أنا بحب السكون الليل، السكون، بحب الهدوء قوي. يعني شوفوا احنا قاعدين دلوقتي في صوت زنة كده، يعني طبعا النهار حلو وكل حاجة، بس الليل بقى الهادئ ده. طيب صيف ولا الشتاء؟ الحقيقة الاتنين حلوين، الصيف والشتاء حلوين يعني. طيب هنروح بقى لنوع تاني من الأسئلة، ان نسأل قدستك كلمة واحدة وقدستك تقول لنا على طول ايه الحاجة اللي جات في مخك ساعتها. أيوة. الرهبنة. الفرح. أبونا رويس. أبونا رويس يعني النموذج الأول اللي تعلمت فيه في حياتي. العيلة. سند وقوة وبركة من عند ربنا. الأطفال. الأطفال دول flowers of life، زهور الحياة. الخوف. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. المحبة. لا تسقط أبدا. السوشيال ميديا. ربنا ينجينا منها. الأمانة. الأمانة هي جواز السفر للسماء. الصداقة. الصداقة، الصداقة أحد نعم الله بيعطيها للإنسان، بيعطيها للكائن الحي بصفة عامة، في صداقة في الحيوانات، في صداقة في النباتات، وفي صداقة عند البشر. لوجوس. لوجوس مشروع حلو بيقدم الكنيسة بصورة عصرية. الفن. الفن جمال الحياة. والشباب. والشباب مصدر حيوية في كل مكان. الخدمة. الخدمة أكبر مربي للإنسان. الخطية بقى. الخطية بتوقع الإنسان، لكن أمام الإنسان باب إنه يقوم ويقف بالتوبة. المسيح. المسيح على المستوى الشخصي مخلصي وفادية، وعلى المستوى العام هو ضمان سلامة العالم ده كله، لأن العالم ده كله في يد المسيح ماسك فيه كده. We'll be right back.